صباح الخيرات والنعيم والوفرة والجمال عليكم يا أغلى جوهرات، ورمضانكم مبارك وكريم، ينعاد عليكم بألف ألف نعيم وصحة وعافية وبركات ووفرة ويسر وكل شيء جميل في حياتكم يا رب العالمين. أولا أعتذر جدا عن أني طولت لكم في الفيديو، بون في التليجرام راني قلت لهم وعلاش، كان ذلك بسبب انقطاع المياه، فبالتالي نهار اللي جا الماء او اليومين اللي جا فيهم الماء يعني عودنا دوشنا للبيت كامل، دوشنا احنا وللبيت كامل، دونك كان عندي شغلات بزاف في البيت، يعني البيت كله على بعضه، غسلت زرابي ملابس كل حاجه كانت تسنى، دونك على بها انشغلت عليكم، سمحوا لي بزاف على الاطاله، ولكن جيتكم بهذا الفيديو فيه بعض التحضيرات التي قمت بها. اول شيء كما راكم تشوفوا، رغم انه الحال ما كانش شمس ولا، ولكن خرجت الفراش يتهوى اللي يتهوى، وغسلت الفراش اللي تغسل كيما زرابي غسلتهم، وهنا جيت بلانجات فقط نحي لي طاش من الصالون. بنات لي سقساوني على التيسيو لا شباب لا ماشي شباب، باسكو شفت بزاف التعليقات لي سقساوني. شوفوا هذا من اجود انواع القماش اللي طحت فيهم، يعني وطحت فيهم زهر يعني بازار، دونك انا خيرته بس ما نعرفش، يعني انا القماش ما نعرفش الانواع، مانيش خياطه دونك ما نعرفش الانواع تاع الاقمشه ولا اسمائهم، دونك حبيت نبحث لكم على الاسم تاعو ونقوله لكم، قولوا لي في التعليقات باش ما ننساش ونبحث لكم على الاسم، لانه صراحه بلانجات فقط كل انواع لي طاش تروح منه، فقاع احسن من لي صالون اللي جربتهم من قبل، ومندمج على التيشي هذا صراحه. كما قلت لكم غسلت الزرابي، غسلت كل شيء في البيت تقريبا. بلا ما ننساو البنات، لوتخي اللي نظل نفكركم فيه، انا لوتخي نديرو في الماعن في الحوايج في كل شيء، عندي كل شيء زايد لازم نطلع عليه اسبوع اسبوعين على اكثر شهر، ماشي نستناو حتى السنه ونروحو نديرو لوتخي لو غون تري هذاك تاع العام كامل هذاك، لا علينا، ولكن لازم يدك تظل على البيت اذا كنتي حابه تولي مينيماليست وتولي يعني تنحي الفوضى تماما من البيت تاعك. دونك انا يا كونت هذا السيرفيس وحدي، يعني شريت قطعه كل حاجه شريتها قطعه وحدها حتى تكون لي سيرفيس. الحاجات اللي ما يصلحوش، طباسه اللي بداو يعني يتفرموا كذا، رميتهم كامل، تخلصت من كل حاجه وبقى لي هذا لو سيرفيس نستعمله لكل شيء، يعني للضياف والولية. بالنسبه للتحضيرات، حضرت كرات اللحم او كريات اللحم، هذو نحضرهم يعني من في الفطار نديرهم، كونجليتهم كيما راهم في الصينيه، ومن بعد عاود درتهم في علبه. البنات ما تبعونيش، العلب اللي استعملتهم هذه المره ماشي صحيين، ولكن دوك نوري لكم كيفاش خملت بهم في الثلاجه، جاوني عمليين جدا جدا. كرهت شويه من لي بورت مونجي تاع الزجاج، كرهت منهم يعني، خلاص داروا لي المعن بزاف في بيتي، وانا بيتي يعني على بالكم بلي راني كارياس، ما نبغيش نشري معن بزاف، دونك تبلت الحوت، تبلت الدجاج، وهنا درت لي صالاد. لي صالاد هنايا ما وسيتهمش، يعني ما تبلتهمش، فقط لي غليتو لي شويتو. حضرت انواع عديده، حضرت شويه دولمه تاع ورق العنب وكلش، وحضرت البوراك ما حضرتش كميه كبيره جدا كيما موالف ندير، لاني قلت يعني يا ما تنديروا بيتزا، يا ما يعني نكري فيهم حاجه، ويا ما تندير فيهم البوراك. واللي تحب ما تكونجليش البوراك هكذا، تو سامبلومون تحضر لافارس وتحتفظ بها في مربعات، والعجينه تجبدها طازجه ودقيقه التاليه تلوي وتقلي، ولا تلوي ودير في الفور. المهم هذيك ثاني طريقه سهله انا نستعملها من داك يخلص لي البوراك، نكون موجده لافارس توجو عندي في الثلاجه. وهاو لكم الشكل النهائي للثلاجة تاعي بعد ما رتبت كل المأكولات اللي وجدتهم اللي جهزتهم باش نستعملهم، يعني تحضيراتي. قلنا هنا لي صالاد، حطيت يعني اشياء كثيره كيما التمر، الثوم، لي فرماج، كل حاجه راهي تبان. ما نكذبش عليكم، علاش استعملت هاد لي بواط؟ ممكن كاين اللي يتسائلوا علاش استعملتهم، هما دي بواط غير قابلين لاعاده الاستخدام، يعني كي تستخدميهم ترميهم، يعني جوتابل برك. انا استعملتهم جوست باسكو الثلاجه تاعي استعملت كل انواع المنظمات وما حبيتش تتنظم لي،
كل انواع المنظمات شريتهم، راك تشوفوا يعني من بدايه ما فتحت القناه وانا نوري لكم. شريت كاع انواع السلال على كل الاشكال والانواع، ما قدرتش نحصل على منظر مريح للثلاجه تاعي. كي يكون من هذا النوع ضيقه، ثلاجه راهي ضيقه يعني ولو تبدو كبيره، ولكن حقيقه يعني ما ترفدش بزاف كيما الثلاجه العاديه، وتكون يعني غير منظمه، ديري لها واش ديري لها ما تنظمش. دونك انا استعملت هذو ميم في المجمد، استعملت بعضهم. هاوليكم المجمد تاعي منا، قلت لكم ما كونجليتش بزاف صوالح، مي جهزت لي سلطات تاعي بدون تتبيله بدون اي شيء، لانني انا نحب الطاوله تاعي تكون متنوعه. والدقيقه التاليه نبدا نجبد من لي بواط ونتبل في لاصالاد ونحطها، يعني هذا هو الهدف تاعي، اني احصل على شيء متنوع، وكأنني يعني بقيت بزاف في المطبخ تاعي، ولكن أنا صراحة فقط خلطت جبت حطيت وتبلت، هذا ما كان، لأنه في رمضان كلنا نحب طاولة متنوعة، كلنا نحب تنوع في الأكل، ولكن لا غالب الوقت أنا ثمين بالنسبة لي، ونستثمره في أشياء أخرى، في القراءة، في التدبر، في التأملات، التوعية، عندي يعني أشياء كثيرة نقوم بها في اليوم تاعي. لذلك الطبخ حاجة جميلة جدا، ولكن أنا بالنسبة لي تاخذ لي ساعة ساعة ونص من يومي لا أكثر، والباقيه او باقي اليوم او بقيه اليوم نستعملها او نستثمرها في اشياء مفيده ليا، عوض اني نصرفها كلها في الطبخ. فرسالتي لكم بالنهايه ما راهيش تحضيرات، يعني تحضروا كيما انا ولا تستعملوا الاشياء اللي استعملتهم انا، جوست حبيت باسي لكم فكره انه الطبخ جميل جدا ويحيي فينا اشياء جميله جدا ورائعه مع اللمه تاع العائله، ما كاش لي ينكر هذا الشيء، ولكن مش معناها اننا نقضي حياتنا كلها في المطبخ وننسى بانه عندنا اشياء مفيده نقوم بهم في الحياه، يحسسوك بانه وقتك ما راهوش ضايع، وقتك راكي مستثمراتو، او ميم طون ما تضيعيش يعني العادات والتقاليد تاعك في رمضان. في الاخير حبيباتي نتمنى لكم مره اخرى رمضان كريم، وصحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة كل شيء في حياتكم حبيباتي، ونتلاقاو مع فيديوهات اخرى باذن الله في هذا رمضان، انتظروني، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله.